السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج احترف في بيتك، الذي سيعلمك كيف تتقن بعض المهارات والمهن وأنت في منزلك. أولها سيكون مع العزل الذاتي أو المنزلي نظرا لزيادة الإصابات بفيروس كورونا. بالنسبة للمرضى المصابين المؤكدين بكورونا، يعني هم نقسمهم إلى فئات. الفئة العمرية اللي تحت 55 سنة وحسب بروتوكول الوزارة هم هذول اللي يكونون بالحجر المنزلي. طريقة الحجر المنزلي بعد أن تثبت الإصابة للمريض بالمسحة بالمستشفيات، تجي رسالة إلكترونية إلى قطاع المسؤول عن المنطقة اللي بيها المريض بعد أن ينطي عنوانه ورقم تليفونه، ومن القطاع المعين تجي إلى المركز الصحي المعين اللي يخدم هاي المنطقة أو هاي المحلات اللي بيها المريض. وبهاي الطريقة راح تطلع فرقة المسح الميداني المخصصة من المركز الصحي المعين اللي تحتوي على طبيب أخصائي وعلى مختبري وعلى إداري إلى منزل الشخص اللي ثبت عند الإصابة وتقييم الحالة. إذا كان عمره 55 سنة فما دون، فهذا يوضع بالحجر المنزلي. طريقة الحجر المنزلي، الطبيب يعطي التعليمات للمريض، يقول له أنت راح تقعد بالغرفة، راح تلبس الكمامة، ما راح تخالط أهلك، ممكن يدخل لك أي شخص من أهلك يجيب لك الأكل أو الدواء، لكن يكون بيناتكم كمامة، ممكن تباشر الحمام إذا احتاجيت، بشرط أنه ما حد يكون موجود قريب بطريقك، وبعد أن يروح يكون الشخص المسؤول عن التنظيف يعقم الحمام بعده، ويبقى هذا الشخص بهاي الطريقة ينطي الدواء، يكتب له الدواء الطبيب المسؤول اللي هو الدواء القياسي اللي موجود بالبروتوكول، ويوضع تحت الحجر المنزلي لمدة أسبوع. بعد الأسبوع يراجع نفس الفرقة، طبعا أثناء الأسبوع يراجعوا بين يوم ويوم بالنسبة للطبيب، الكادر الصحي ممكن يراجع يومية، وأيضا يأخذ رقم الطبيب المسؤول عنه ويتصل به في حالة تحتاج استشارة أو زيادة بالعلاج أو نقصان. بعد الأسبوع ما ينقضي تراجع الفرقة، تأخذ له مسحة الشفاء وترسل هاي المسحة. إذا طلع نيجاتيف طبعا راح يكون هو خالي من المرض، يكمل ال 14 يوم بالحجر ويطلع كمتشافي. إذا طلعت المسحة لا زالت موجبة، ينترك 3 أيام أخرى بعد 7 أيام وتنخذ له مسحة أخرى، إلى أن، وهكذا تبقى المسحات كل 3 أيام إلى أن يثبت أنه المريض هذا شفي. بعد ما يشفى يطلع بعد أسبوعين من الحجر المنزلي. بالنسبة للملامسين اللي وياه بالبيت، هذول طبعا أكيد يتم فحصهم بالفرقة اللي راح تزور، فرقة المسح الميداني، عن طريق فحص الحرارة وفحص حالتهم الصحية، وتجرى لهم فحوصات الدم السريعة اللي تثبت أنه هذا المريض قد يكون يعني أخذ المرض أو لا الملامس. وإذا واحد منهم ثبت بالفحص الدم السريع عند المرض، تجرى له مسحة فورية بالمنزل وتندز بنفس الطريقة إلى أن تجي المسحة ويعامل معاملة المريض بعد ذلك. فقسم منهم يعني مثلا هسه ما تتوفر عندنا شحة بالمسحات، يعني المسحة ما متوفرة، بروتوكول الجديد للوزارة أنه يكمل للمريض 11 يوم من تاريخ ظهور المسحة الموجبة بالحجر المنزلي، وبعد 11 يوم تزور الفرقة الميدانية. إذا كان خالي من الأعراض وما عنده مشكلة بعد 10 يوم يعلن بأنه متشافي بدون مسحة، ويكمل بعد 11 يوم إلى 14 يوم الحجر، وبعد ذلك ينفتح له المجال كمواطن متشافي وما عنده مشكلة. زين دكتور، يعني ألا ترى أن هناك خطر على الأسر اللي فيهم أحد المصابين؟ يعني خطر، يعني خطر بنسبة قوية انه تنتقل العدوى، انه يتلامسون يختلطون، يعني لظرف معين، مثلا مرات يكون هناك ظرف على نفس المريض انه يحضر بمكان ما او يكون في يعني في ظرف اخر. نعم. الا يشكل هذا خطر على الاسر التي يكون فيها مصاب؟ نعم، بالحقيقه حضرتك يعني تقصد نقاط الضعف بالحجر المنزلي. نقاط الضعف بالحجر المنزلي هي أنه أولاً عدم التزام المريض بالحجر، هاي مشكلة عندنا ونلاحظها كثيراً في عند مرضانا، ما يبقى بالحجر يطلع. إحنا نكتب تعهد، يكتب المريض تعهد بالالتزام بالحجر المنزلي والتزام بتعليمات خلية الأزمة وفرق المسح الميداني،
ويوقع عليه. هذه نقطة. النقطة الثانية، هناك بعض العوائل أعدادها كبيرة، من يكون أعداد العائلة كبيرة راح يكون المحافظة على المريض من الاختلاط بعائلته صعب. عندنا عوائل تتجاوز 20 نفر أو 30 نفر، هذول وبيوتهم يعني بها جزء غرفتين، هذول مشكلة حقيقية، والملامسين قد يصاب من عندهم شخص أو شخصين. فيبقى على وعي المريض هو المصاب والتزامه. عندنا مرضى عندهم وعي عالي ويلتزمون بحذافير الكلام، وعندنا مرضى ما عندهم وعي، لأنه يعني نقول يعني الثقافة العامة عندهم قليلة أو ثقافة الوعي الصحي قليلة، ما يلتزمون بالحجر، وبداخل المنزل قد يصير تماس، وهذا راح يسبب لنا مشكلة. نضطر في بعض الأحيان نستخدم بالقوة الماسكة للأرض عن طريق الجيش، يعني القوة الأخرى الشرطة، بوضع مفارز مقابل الدور اللي فيها حجر الغير ملتزمة، حتى نضمن عدم خروج هؤلاء الناس، لأن كثير منهم مرات يخرج هو مصاب وحامل الفيروس ويخرج، وبالتالي يمثل هذا بؤرة لانتقال المرض وعدوى لبقية الناس اللي هم سالمين من المرض. فهاي قسم من النقاط حقيقة هي موجودة مثل ما تفضلت، يعني موجود مشكلة أنه عدم الالتزام، موجود أنه الملامس قد يصاب، لكن نعم هذا واقع حال. يعني هناك يعني أكثر البيوت غير مهيئة لعزل المريض، يعني مثلا دور صغيرة أو مثلا كثرة الأسرة، نعم، يعني تكون مغامرة بهاي الحالة. نعم. فكيف يكون التصرف؟ والله مثل ما تفضلت، أكو عندنا بيوت بها غرفة أو بها غرفتين وتهويتها غير جيدة وغير ملائمة، لكنه في كل الأحوال حجر المريض منزليا هو أفضل إليه من أن يحجر في المستشفى. هو مهما تكون الظروف هي أفضل من حجره بالمستشفى حقيقة، من يكونه في بيته. أولا راح نقلل زيارات الناس وحركة الناس اللي راح تتحرك تروح المستشفى حتى تشوفه. ثانيا في بيته المريض يكون مرتاح أكثر، ويعني عائلته الدارية أكثر مثل ما يقول. حتى لو كان هناك حمام واحد، وأكثر بيوتنا بها حمام واحد، يستخدمه بالتناوب مثل ما قلت لحضرتك، يستخدم المريض وبعد ذلك يعقم بعد المريض، لكن ماكو مشكلة يعني. وإحنا شفناهم إذا التزموا، حتى لو كانت غرفة أو غرفتين بالبيت، وحتى لو كان العدد كبير، إذا التزمت العائلة بالتعليمات اللي يعطيها الطبيب ما رح يصابون نهائيا إلى أن يشفى مريضهم ويقوم. أما إذا هم غير ملتزمين فهم ما رح يلتزمون لا بالبيت ولا إذا كان حجره بالمستشفى، نفس المشكلة حقيقة. حجر المستشفى بمحاذير وصعب، ولا يخفى على حضراتكم يعني مشاكل المستشفيات وعددها قليل. زين العلاج؟ العلاج هو علاج قياسي بروتوكول مقرر من وزارة الصحة. شلون يوصله للبيت؟ يوصله للبيت، يكتبه للطبيب اللي راح يزوره. طبعا احنا ما عندنا العلاج اللي نجهزه عن طريق فرق المسح الميداني، احنا نكتبه للمريض وهو يروح يجيبه من الصيدلية، اقرب شخص له ما ملامس، وينطيهم اياه للبيت ويبلشون بالعلاج حسب التعليمات اللي كتبها الطبيب. علاج هذا قياسي مثبت من الوزارة ومن دائرة صحة الكرخ. نعم. الحجر المنزلي ناجح يعني خلال تجربتكم؟ والله نجح. لو ايضا هناك مثلا بعض نسب الفشل، يعني نعم ازدادت بعض اعداد العدوى. نعم والله من اللي شفناه هو ناجح ومفيد، ويقلل الضغط على المؤسسة الصحية، ويقلل حركة الناس، ويقلل نسب العدوى. واني برأيي من اللي شفناه يعني من الفرق اللي نطلع عليهم احنا نجح، وكثير من العوائل اكتسبوا الشفاء التام وطلعوا، فهو مفيد في هاي المرحلة. العلاج هو بسيط ومتوفر في كل صيدليات العراق وما يكلف كثيرا حقيقة، هو الكبسول الأزيثروميسين، فيتامين سي والفيتامين دي والزنك، وشراب القحة حسب الحاجة، والبنادول، فهي متوفر وزهيد الثمن الحمد لله. يعني حقيقة احنا يعني الشيء يقال احنا افضل من كثير من دول العالم، واحنا نسمع حتى في الولايات المتحدة، انا سمعت ما ينطوهم بس كمامة واحدة كل شهر او كل شهرين كمامة واحدة. احنا الكمامات متوفرة، ودرزن الكمامات ب 12,000، والدواء متوفر، وفقط نريد الالتزام. يعني لحد الان الامور بخير وزينة ومتوفرة كدواء وككمامة، لكنه قلة الوعي الصحي وقلة الالتزام.
لأكثر من ساعة وصلنا أخيرا إلى بيت المريض. هنالك مشكلة أن المريض لا يعطي عنوانه الصحيح ولا رقم تلفونه الصحيح. أخيرا وصلنا إلى بيت أحد المرضى لنتعلم كيف يكون الحجر الذاتي وكيف تتصرف هذه أنا تمرضت بالبداية، يعني صارت بي إنفلونزا قوية، تخربطت، فرحنا للمستشفى اليرموك، سوونا فحوصات، سوولي مسحة مع الكورونا، قالونا حجر منزلي. نعم قالونا حجر منزلي، ترجعوا البيت حجر منزلي. نعم نعم بالمستشفى، بس أخذوا الفحوصات وأخذوا المسحة مالتي. زين رجعنا للبيت للبيت. أنا حجرت نفسي فوق بالغرفة. نعم ابتعدت عن الجهال، ما اختلطت بيهم هالفترة هذه. جو بعد فترة الجماعة من المستوصف قالوا لنا نريد نسوي فحوصات يعني للبيت. نعم وجو يطمئنون على وضعي. أنا أخذت علاج وصفوا لي علاج وأخذت علاج والحمد لله زينة. يعني زينة. أنتوا كم نفر عايشين بهذا البيت؟ إحنا خمسة. زين شلون قدرتي تعزين نفسك؟ منو كان يتواصل وياك؟ والله فقط يعني بمادة العلاج، الأكل، احتياجاتك، منو كان من الأسرة هو اللي يتواصل وياك؟ والله كان الحجي رجلي، يعني أبو جهالي هو اللي كان، لأنه أنت تعرف بأنه أنا عندي بنية شابة واثنين صغار، فبعدوها يعني ابتعدوا لأنه يعني وضع شوية زين. شلون شفتي حياة الحجر العزلة؟ والله يعني كنت قاعدة يعني بالغرفة، وكل ما أحتاج شيء الحجي يجي يبقى وياي شوية وينزل، وأي شيء أحتاجه هو يجيب لي. زين العلاجات والأغذية، شنو الأغذية اللي كنت تاخذيها داومت عليها؟ الأكل العادي يعني مالتنا كنا ناكل عادي. مرات يزيد المناعة. يعني العصاير مثلا الليمون اللي كنا نعصره، البرتقال، هالشغلات هذه. هم اجوي من المستشفى من المستشفى. نعم قالوا لنا بان على اساس ايجابيه طلع المسحه، ف انا قاعده اخذ علاج، رحت للدكتور اعطاني علاج استمريت عليه والحمد لله حسيت نفسي يعني زينه. فجماعة دائما يجون يمنا يسألون يفحصون، أخذوا مسحات للجماعة لسه. الحمد لله. هستي شنو حالتك؟ أنا الحمد لله هسه زينة، ويعني هواي يعني هواي صار زينة أحسن من قبل. يعني كنت وقتها أقح هواي مخنوقة، بس هسه لا الحمد لله كل هذا راح. هسه تشافيتي من الفيروس؟ والله الحمد لله حسب ما يقولون الجماعة. يعني هسه إن شاء الله الجماعة جوي كادر الطبي راح يجون يسوون مسحة لي لاطمئنان علي، لأن إحنا لأن أنا سويت يعني ملامسة بالبيت ويا العائلة فجايين يطمئنون علي. هو حقيقة إحنا ما كنا نعرف بأنه يعني هي مصابة، بس شوية ضاق التنفس مالتها، هي أصلا يعني عندها أمراض مزمنة، فضيق التنفس عادي من يصعد الدهون عندها تحس بضيق التنفس، فأخذناها يعني لأن الدهون صاعدة عندها. فبالبداية مفراس وبعدين أشعة مع الصدر وبعدين أخذوا مسحة وقالوا يومين ثلاثة تطلع النتيجة، بس ثاني يوم مرنا على مود التقرير مال المفراس، فرحت
طلع التقرير بس قالوا المسحة بعد تتأخر يعني فد 4 أيام. دكتور هو الخاص اللي هي يعالجها هو دكتور لوي شعلان. من رحت للتقرير مريت عليه يعني هو باليرموك هو بالاستشارية، فشاف الأشعة وهاي قال عنده التهاب صدر شوية، مروا للعيادة على مود العلاج. بس هو بليلتها من يعني ورا 11 بالليل حولونا للمال الكورونا هاي العيادة الخارجية، فمن أخذوا مسحة الدكتور قال للاحتياط عزل منزلي ما حد يختلط بيها، بس واحد هاي على مود الأكل والدواء والهاي الشغلات وحاجاتها، البقية عزل. احنا عندنا 2 غرفتين نوم فوق، فواحدة من الغرف خصصناها لها يعني خصصت لها، وبقية تاني اللي يصعد لها الأكل والمي من هالشغلات هاي على مود يعني ما تلامس البقية، وطبعا مع التعقيم ومع كل المعقمات وهاي كلها حاضرة حسب يعني إرشادات الطبيب. ورحنا للطبيب الأخصائي مالها، ثم أخذ أشعة وتحاليل وطانع علاج، فأخذت العلاج يعني خلال 5 أيام الحمد لله يعني وضعها هواية تحسن، يعني القحة راحت، نفسها زين، كانت ما تشتهي تأكل، أكلها صار طبيعي يعني. زيدنا مثل ما وصل يعني الدكتور قال العصائر اللي غنية بفيتامين سي، فقمنا الجريب فروت والليمون والبرتقال، فقمنا نسوي لها عصائر ونطيها يعني، فالشي منتظم كل 3 ساعات كل 4 ساعات، إضافة للأدوية مالتها اللي هو هم بيها فيتامين سي، بيها انتي بايتك وبيها شراب مال القحة، يعني هاي الأدوية المعتادة مالتها. وقال تتعرض للشمس يعني يومية، يعني الصبح فد مو أكثر من 10 إلى 15 ساعة، فكان كنا أنزلها وديها للحديقة شوية سولف وياها وهاي تتعرض شوية للشمس، والعصر همينة يعني همين الهواء والشمس والهاي التغيير على مود تجديد. وقال أيضا بطل مي وصوندا، وحاول يعني أكثر مرة تنفخ على مود لأنه الفيروس هو شوية ثقيل يصير بقعر الرئتين، فكل ما زفير زايد على مود تخرج وبعدين تأخذ أكسجين نظيف يعني هواء نظيف على مود هم تجديد للأكسجين الموجود بالرئتين. والحمد لله رب العالمين يعني أيام قليلة هي تحسنت كلش هواية. والشباب جوني قبل 3 أيام وقالوا يا بتر احنا كل 3 أيام إذا نتأخر 4 أيام نجيكم همنا فحص العائلة وهم الاطمئنان عليها، إذا أكو أي شيء هم طوني التليفون مالهم، الدكتور هيثم طاني تليفونه والولد هم قيس، قال أي شيء يصير عندكم أي مضاعفات مجرد ما تخابرون احنا إن شاء الله يمكم. اي فهو قبل 3 أيام جونا واليوم هم ان شاء الله جونا، هم انا فحصوا واخذوا مسحات وشافوا العائله والحمد لله رب العالمين، يعني هم كان رايهم بانه تحسن زين والعائله ما بيها شيء الحمد لله رب العالمين. زين رايك بهاي التجربه انه تنجح هاي التجربه في والله اذا التزموا يعني اذا التزام غير راد لها التزام وصبر. لا بس عيد الكلمه مالتي لان ما راح تطلع. اي قول اذا غير اسره وأنصح أن تنتزعيش يعني إن شاء الله ما تصيب أي عائلة عراقية اللي صار، بس أي أسرة يصير بها يعزل المصاب، شخص واحد هو اللي يعني يتواصل وياها مع اتخاذ الإجراءات وإرشادات الطبيب، وإن شاء الله خير مثل ما إحنا صار عندنا يعني الحمد لله رب العالمين. ف
صار عندي سخونة وبداية انفلونزا وصار عندي رشح لمدة 3 أيام وضيق بالتنفس وآلام جسمي كله. فمن عدها بديت يعني أني أبتعد عن الأولاد لأن إحنا نعرف على توجيه أحد لا لا إحنا نعرف يعني إحنا نعرف هو هسه الفيروس منتشر فبديت أعتزل خليت العفو كوبي واحد أكلي واحد خاولي واحد كلي تعزل تفراشي واحد ما حد يتقرب عليه أي فكليته من البداية يعني أنا كل ما أصير إنفلونزا أتبع هاي الأمور بس هالمرة أكثر اتبعتها. نعم أي وبديت أخذ أخذت البراسيتول مثل ما قلت لحضرتك يعني على 4 وجبات لمدة 3 أيام وأخذت كورس أوبر. نعم. وأخذت مي حار وليمون سويته 3 مرات 4 مرات باليوم بقيت مستمرة عليه فترة أسبوع كامل. أي فمن رحنا للمستشفى زودونا بالمعلومة إنه أنا مصابة بالفيروس فكملت الحجر تماما يعني لحد ما قالوا يومين يلا ننطيكم النتيجة. 3 أيام إحنا فوراها يعني قلت لعد ماكو شيء غرفتي وحدي خليتها وكملت العزل مالتي يعني معيني واحد غراضي واحد تشوفه كمامة ديتول الليمون مستمر أصعد بالشمس يعني فترة نص ساعة ربع ساعة فيتامينات استمريت عليها بعيدة عن أطفالي كليتهم أي ما اختلطنا بأحد بقينا هالفترة كليتها تقريبا ما يعادل 8 أيام 9 أيام على الحجر هذا. أي لحد ما خبرونا قالوا لنا أنتوا ما بيكم شيء تقدرون تطلعون يعني صرتوا زينين. منو كان يتواصل وياك من العائلة بالبيت؟ أبو أحمد. زوجك؟ أي بس. أي شفتي مصاعب شفتي كذا؟ لا الحمد لله يعني مثل ما يقول يعني الأولاد كليتهم فوق وخلونا مثل ما يقول إحنا وحدنا بالبيت. فبقيت يعني أنا اللي مثل ما يقول حتى من أريد في الشيء أقوم أنا بنفسي أسويه حتى ما أبقى نايمة والمرض يعني يتشلب بجسمي أو يتفاعل وياي فبقيت أحرك يعني أتحرك وأمشي طبيعي أروح وأجي ببيتي. زين بعد ما انشافيتي وبعد الإصابة وبعد ما طلعت بسلام غيرت تقاليد عديت غيرت من ثقافتك أكيد وهذا الفيروس أكيد لأن إحنا لازم نؤمن بهيك شغلات موجودة نؤمن يعني إنه نحافظ على المويانة موجود أكيد تتغير. عيدي لي الإجابة أنت مثلاً قبيل شتي مثلاً وين ما كان واحد يجي نام هسه نفس قبيل لا فشي يقولي غير لا فتشيل لا أكيد تغير تماماً يعني أبقى بعيدة مثل ما يقول كل واحد يأخذ مكانه واحد بعيد عن الثاني حتى ما يصاب بالفيروس أو ينصاب في الشيء حتى لو كان هذا الفيروس ما موجود جزء أكو غير شيء يعني وهسه إحنا مثل ما يقول جونا مو نظيف. نعم. أي فلازم واحد يكون يحذر من كل شيء. هو إحنا عندنا فريق يعني طلع وياها بس أنا متواصل ويا الفريق ويجيبوا لي الأخبار لأن عندنا أكثر من فريق بس عندي معلومات. نعم. فريقكم اللي نعم. كذا وأنت رئيس الفريق. نعم. أدي يعني. أي نعم. وجهي عليك لو عليك. علي. أي. طبعًا إحنا عندنا أكثر من فرقة مسح ميداني بالمركز الصحي تشكلت بناء على أوامر دائرة صحة الكرخ. فرقة المسح الميداني هي اللي تطلع بناء على نتيجة التحاليل اللي تجينا من الدائرة من المختبر المركزي وحسب العنوان ورقم التليفون نطلع على المنزل المعين ونسوي مسح تسوي الفرقة مسح. فأني كنت متواصل مع عائلة أبو أحمد وأم أحمد عن طريق الفرقة وهم أيضا كانوا يواصلوني بالمركز الصحي يجون علي وجيرانهم أيضا كانوا يواصلوني بالتليفون أنا منطي تليفوني لهم فمتابعين التطورات. فمنذ بداية يعني الفحص نتيجة الفحص ولحد هاي اللحظة احنا تقريبا كل مرضان اللي برقعة جغرافية اللي يخدمها المركز الصحي كلهم احنا على اطلاع بوضعهم يعني الصحي بشكل عام. نعم. هي ام احمد كملت الفترة المقررة وحسب بروتوكول وزارة الصحة اللي هي 11 يوم بدون اعراض فهي تعتبر هسه اكتسبت الشفاء التام. وبما أنه ملامسينها تم فحصهم عن طريق الفرقة المسح الميداني وكلهم طلعوا نيجاتيف أو سلبية النتيجة فهم كلهم خالين إن شاء الله من المرض.
وبالتالي فإحنا تابعناها بهاي الفترة غذائها علاجها نعم أحوالها هي من المقاومين الصلبين نعم ضعيفة حقيقة هم يعني ناس من الأول شيء متعاونين بفرقة المسح الميداني ومثقفين وعندهم وعي صحي عالي وحتى موضوع يعني توقيع التعهد على الحجر اللي احنا عندنا في اجراء روتيني نسوي توقيع يعني هم ما يعني ما كان عندهم لبس بالموضوع ولا هم عارضوا هذا الشيء والتزموا بالحجر والتزموا بالتعليمات والى ان وصلوا الحمد لله النتيجه اللي هم استفادوا منها وهي ان شاء الله الشفاء الكامل لام احمد وبالتالي اكتسبت مناعه مستديمه من هذا المرض بعد ما يهمها يعني لانه اخذت مناعه بعد نعم للي ما يعطي نعم رقم صحيح او عنوان صحيح أي. او شيء صحيح نعم فهذا ايش تنصح نعم والله حقيقه انت استاذ حافظ كنتوا ويانا وافتريت وشفتوا معاناتنا اليوميه حقيقه اولا يعني قسم الناس ما ينطون عنوان صحيح غلط ونبقى نفتر ساعات بالشمس ثانيا واحنا ما نريد نظهر بملابسنا قدام الناس حتى من يعني من نسبب ازعاج او ارباك للناس لكن هو ما ينطينا عنوان صحيح ينطي رقم تليفون ما يجاوب على التليفون نوصل البيت قسم من الناس يطلع بتهجم علينا ويتجاوز علينا وكانه احنا يعني جايين مو لمصلحته بصراحه لكنه لاحظنا بعد فترة هذا الشخص نفسه اللي تهجم علينا وحكى بالبداية بعد ما عرف الموضوع وعرف المعاناة اللي دنمر بها لا يصير متعاون ويانا بعد 4-5 أيام 6 أيام هو يقوم يراجعنا ويتصل بينا والحمد لله فإحنا يعني موضوع حقيقة العنوان جدا مهم نهيب بالمواطنين كلهم عن طريق قناتكم الكريمة أنه يلتزمون بهذا الموضوع أول ما بدأت تعدها الأعراض فلاونزا شنا نصور أنه فلاونزا اعتيادية فجبنا لها كورس مع الأوبر أخذت وبدت تاخذ حبوب تبتعد عن العائلة كليتها بحدها كلها وحدها غير الخاشوقة واحد الجلاس واحد شفنا انه العلاج ما يجيب نتيجة 100% فللاطمئنان وابعاد الشك اخذتها المستشفى اليرموك سوت لها تحاليل وسوت لها اشعة واخذنا لها مسحة قلنا حتى واحد يطمئن ليش يبقى بقلق قالوا يومين احنا نخاوركم انطينا يومين 3 أيام ما جانا تليفون مارسنا حياتنا الطبيعية لحد يوم الأربعاء تقريبا أو يوم الخميس يوم 29 جتنا الفرقة الصحية مال تابعة دار صحة الدورة قالوا طلعت النتيجة وبيها إصابة مؤكدة بالفيروس صراحة أول ما سمعنا بالموضوع يعني تفاجئنا بس بعدين تقبلنا الموضوع وبدينا نتعامل وياه بالطرق الصحيحة أول شيء أم أحمد انحجرت بغرفة بحدها فيتامين سي وفيتامين إي جبت لهم حامض وبرتقال بدأت تأخذ حامض وبرتقال مو بس هي العائلة كل جهاز مال بخار مال بخار حار تستنشق بالشمس تبقى ربع ساعة نص ساعة ما حد يطلع برا وأي واحد يريد يجينا ما نستقبله بقينا قاعدين بالبيت وتأخذ العلاج اللي شسمه اللي موجود ومتابعة صحة الدورة إنه وإرشاداتهم والحمد لله والشكر يعني عبرنا هاي المرحلة إلى أن رحنا راجعت على الدكتور هيثم واجى الفريق الصحي لهنا وكشفوا عليها قالوا انتهت الحالة مالتها وإصابتها عبرت الإصابة مالتها بتقدرون تمارسون حياتكم الطبيعية جميل العائلة شلون يعني الأسرة شلون تقدر تبتعد عن أمهم يعني تقدر هاي صعب بنات ولد كذا وهي بحالة ضعف حالة مرض فشون يعني هاي العواطف وهاي العزلة شون قدرت هاي العائلة يعني تتجاوزها هي العائلة صح هي صعبة انه امهم وما يقدرون عليهم وكانت اذا مثلا تطلع مثلا تروح هاي من الباب يستقبلوها ويجونها بس هاي هي مثل ما يقول حالة خاصة نعم. انه لازم نتعامل وياها هالشكل وإلا راح الكل تصاب واحتمال اكو شخص ما عنده ديت المناعه القويه فياثر بيه الفيروس
فحاولنا والكل حاولت جهد إمكانها أنه تبتعد، وكل واحد بغرفته وهي بغرفتها، والحمد لله والشكر عدت المرحلة هاي مرحلة الخطر وتجاوزناها. نعم. الكوادر الصحية شو كانت تزوركم علاجات؟ الكوادر الصحية كانت تزورنا، وكان عندي اتصال ويا دكتور هيثم، وايضا عندي جيراني اللي بصف دائما يخابر على دكتور هيثم، طلعت التحاليل حالتهم هي وصلت لهالمرحلة، والكوادر الصحية تجي والعلاج والارشادات مالتهم ومستمرة. مشاهدينا الكرام، تعلمنا اليوم كيف نتعامل مع المحجور ذاتيا من المصابين بفيروس كورونا، وكيف نساعده على الشفاء، وكيف نحافظ على أنفسنا من العدوى. في أمان الله.